انا غير كنحفزك وكنقول لك غير اشنو غادي دير، ولا التانتية انا غير كنحفزك وكنقول لك اشنو باغي ديري. الا باغي توصل لواحد المستوى ولا باغي توصل انت لواحد المستوى، خاصك دير واحد البروغرام ديال كيما قلت لكم، واحد ثلاثه القواعد ترسمهم ما بين الهدف ديالك، نظام غذائي، تمارين ديال الكارديو، الانضباط. انا داكشي اللي كنعرف. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم ثاني في فيديو جديد. الى كنتي اول مره كتفرج بيا دير لايك وسبسكرايب ومرحبا بك عندي في القناه ديالي سلام اي تعتمان. المهم الخوت، كي جاتكم لونطريما قبل الفطور؟ اي واحد غادي يكتب ليا كومونتير ان شاء الله لتحت وغيشوف وغيقول ليا كي جاتو لونطريما قبل الفطور. الصراحه لونطريما قبل الفطور شي حاجه صعيبه بزاف، ولكن ما عندنا ما نديرو، جابتها الوقت. اللهم ترينيو، اللهم تريني قبل الفطور ولا كاع ما تريني كاع. المهم الاحسن يتني الواحد واخا كتكون الطاقه شويه ناقصه، ما واكلش، الكور ديالك ناشف من الماء، يعني كتجي صعيبه بزاف، ولكن نحاولوا نترينيو قبل الفطور ان شاء الله. المهم شدو غير واحد النيفو ديالنا اللي مزيان كما العاده، وديك الساعات ملي غيفوت هاد رمضان ان شاء الله وترجع ثاني الامور كما كانت. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقول لكم على الطريقه باش انك الى عندك الدهون في الجسم ديالك، بالخصوص الكرش، اشنو غادي دير الى عندك الدهون؟ الاغلبيه عنده الدهون محصوره ما بين الكرش ديالو. الاغلبيه كيعاني من الكرش. الكرش نعطيك واحد ثلاثه القواعد خصك ديرهم وخصك ترسمهم وخصك ديرهم الى بغيتي الكرش تمشي ليك. القاعده الاولى هي انك دير واحد نظام غذائي خاص ديالك نتايا. هذا النظام الغذائي ماشي نقول لك اي نظام غذائي غادي يخدم لك، نظام غذائي غيخدم لك انت بوحدك، حيت كل واحد والجسم ديالو. هذا النظام الغذائي غادي اشنو غدير فيه؟ غادي تحبس فيه السكريات عامه، نقص ليا السكر، ما عمرك تقرب ليا شي حاجه اللي فيها السكر. لي كارب غادي تنقص لي كارب لواحد الدرجه اللي ماشي تنقص كاع لي كارب، حيت لي كارب ما يمكنش نحيدوهم كاع في الماكله ديالنا، غادي تنقص لي كارب. غادي دير تمارين ديال الكارديو، يعني الكارديو الى قلت لك الكارديو حاول دير واحد النسبه ديال الكارديو في النهار اللي ما تعيش راسك، يعني حاول تخدم تمارين ديال الكارديو قبل الفطور ان شاء الله، وتقدر تدير من بعد الفطور في الدار. الحاجه الثانيه حاول دير تمارين ديال الكرش. بالنسبه لتمارين الكرش راه هما انواع بزاف تمارين ديال الكرش، ورا اليوم درت لكم فيديو على التمارين ديال الكرش وغادي تستافد منهم. يمكن لك ديرهم في الدار، يمكن ديرهم على برا، وكما العاده باش غير انا نصل لكم المعلومه. المهم نوصل لك انا المعلومه وديك الساعه انت دير فيها اللي بغيتي. المهم انا غير كنحفزك وباش توصل لذاك المستوى اللي بغيتي انت، انا غير كتشجع عليا منك وكنرشدك الطريق الصحيحه. يعني باغي توصل لواحد الحاجه اللي مزيانه، باغي دير واحد الجسم اللي مزيان ما فيهش الدهون بزاف، ما كايناش الكرش، حاول تبع الطرق اللي قلت لك. عندك التغذيه، عندك الكارديو، عندك الانضباط. الا كنتي منضبط غادي توصل داك الشيء اللي بغيتي. وبالنسبه لبعض الاخطاء اللي كيطيحوا فيهم الدراري، بانهم عنده هو واحد الفكره بان دوك الدهون اللي في الكور ديالو راه كيتحولوا العضلات، هذه القضيه راه ما كايناش ما عمر غادي تكون. الدهون اللي في الجسم ديالك غادي تحرقو، غادي يمكن لك تبني العضلات، ما يمكنش تحول الدهون اللي في لوكور ديالك العضله، غير باش تعرف. ويمكن لكم تفرجوا في الفيديو اللي غنحط لكم دابا على التمارين ديال الكارديو وتبعوه راه مزيان. بالنسبه للتمارين ديال الكرش في لاصال راه درت لكم التمارين، يمكن ديروهم على برا، يمكن ديروهم في لاصال. وحاول تنظم التغذيه ديالك، حتى هي راه ديما كنوصي عليها، نظم التغذيه ديالك الا باغي توصل لواحد الحاجه بغيتيها، واحد الهدف رسمتيه. والكمال على الله، وخليكم مع الفيديو ان شاء الله. وكما العاده كما العاده كما قلت لكم غنحاول نحط لكم دي فيديو باش تستافدوا في هذا رمضان ان شاء الله، لاي حاجه كتعلق بالتغذيه، لا في لاصال، لا في اي حاجه ان شاء الله. وما تنساوش لايك
سبسكرايب، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. تحية لكم. Thank you.
get through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us through.